تحية لكم مشاهدينا الكرام، والتقانا معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي تأتيكم ضمن فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم. سنتابع آخر أخبار المنتخب الكروي وجهازه الفني حول لقائه المرتقب أمام المنتخب السعودي، وسنكمل مشوارنا بالتواجد مع الأندية العراقية والفعاليات الرياضية. ومن بين المحاور المخصصة لهذا اليوم ستكون لنا وقفة مع الشخصيات الإدارية الرياضية، وكذلك مع عدد من الرياضيين لنادي النفط الرياضي. مشاهدينا، بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرة صدى الرياضة، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية المختلفة، ونبدأها بآخر المستجدات حول اللقاء الودي المرتقب لمنتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي، والذي سيقام في 28 من الشهر الحالي في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة. ففي إطار استعدادات أسود الرافدين للمباراة الودية أمام السعودية، خاض منتخبنا مباراة تجريبية من 50 دقيقة أمام نادي نفط الجنوب، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وفي لقائه التجريبي الآخر تعادل أيضا أمام نادي الميناء سلبيا، والتي أقيمت على ملعب الفيحاء الثانوي. من جهته، أوضح المدرب باسم قاسم المدير الفني لمنتخبنا الوطني أهمية المواجهة الودية أمام المنتخب السعودي الشقيق، ووصفها بأنها مباراة لا تخلو من الصعوبة، ويجب التعامل معها بكل دقة وجدية. في الوقت نفسه أكد بأن الجهاز الفني العراقي يعيش حالة من القلق بسبب توقيت المباراة غير الملائم. باسم قاسم في الوقفة التالية: والله تدري، أنا دائما أقول لك أمور ما تتحمل الدبلوماسية. أنا أعتقد إذا ما نظرنا إلى وضع الفريق، وهذا ليس استعداد، لأنه أنا أعتقد لا تتوفر ظروف مثالية حقيقة، ليس من باب، أنا أتكلم بواقعية ومنطقية. وتدري أنت اليوم الجمهور من حق علينا أن يعرف كل شيء، لكن مع هذا من نتكلم يجب أن توفر عندنا معطيات. يعني الآن نتكلم، يعني الآن أنا أقول إحنا من حالة القلق يعني اللي نعيشها كوضع، عكس المنتخب السعودي اللي أعتقد أكثر استقرار. يعني حقيقة تقول لي حالة قلق ليش؟ يعني أول شيء اللاعبين، وهذا ظهر عليهم من خلال الوحدتين التدريبية مع نفط الجنوب والميناء، فاللاعبين أغلبهم يعني بعد آخر دور ضمن الدوري العراقي يعني ما كانت فترة كافية، ولذلك شوف واضح على اللاعبين تأثرهم يعني قسم الجهد. لذلك المباراة الوحدتين التدريبية ما حققت الفائدة الفنية المرجوة، لأنه أنت تعرف يعني هم أصلا اللاعبين تلاحظهم يعني تحت جهد، إضافة إلى قسم اللاعبين يعني في المباراة الأخيرة تحس قسم عندهم بعض الآلام البسيطة يعني في المباراة. أضف إلى ذلك القلق الفريق لاعبين، لربما كان الامور تهون علينا لكن لو جونا لاعبين الزوراء والجويه بوقت اقرب او ما كان لديهم مشاركه. الان لاعبين الزوراء والجويه يشاركون يوم 26 ويحضرون معنا يوم 27، لربما القسم الان ياخذ يقول لك انت هاي الظروف كلها تعرفها، لماذا لم تختار لاعبين؟ لم اذهب باتجاه اللاعب اذا ما يكون من خيارات ضمن المستقبل. لا اعمل شيء اسمه اسقاط فرد واقع مباراه، لا اعمل واذا اريد اعمل تحت ظرف معين او تحت ضغط معين كان ممكن اليوم انا اجيب 30 واحد، لكن انا من خياراتي أن اللاعب يكون معي للمستقبل، رغم أنه قلت لك أو هذه الظروف اللي إحنا قلقة حقيقة ما بين اللاعبين الزوراء والجوية واللاعبين يجونا بفترة قصيرة من الدوري، نطمح أنه إن شاء الله نظهر المظهر لك، لأن أنا أنظر المباراة ناحية فنية تأثر على التصنيف الدولي، وبكل تأكيد أنا كان طموحي أن يكون موعده بغير هذا الموعد. مشاهدينا، نبقى مع أخبار المنتخب الكروي، فقد قدم لاعب نادي نورث هاملتون والمنتخب الوطني ياسر قاسم اعتذاره في مؤتمر صحفي بالبصرة حضره مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم والمدير الإداري باسل جورجيس وعضو اتحاد الكرة كامل صغير، وقال: أقدم اعتذاري لاتحاد الكرة والجماهير العراقية لعدم قدرتي على اللعب مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية. وأضاف: سأفتح صفحة جديدة مع أسود الرافدين، وأشكر اتحاد الكرة المدرب باسم قاسم لاستدعائي مجددا لصفوف المنتخب الوطني. وأضاف أن هذه الزيارة هي الأولى بالنسبة لي إلى البصرة، ولقائي الأول مع المدرب الجديد باسم قاسم.
مشاهدينا نكمل معكم فقرة صدى الرياضة، وهذه الأخبار الخاصة عن منتخبنا والمباراة الودية. والوقفة التالية ستكون مع عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد العراقي لكرة القدم للوقوف على الجاهزية وآخر التحضيرات الإدارية لإقامة هذا اللقاء، فضلا عن توضيح مباشر من قبله للجماهير العراقية حول تحديد سعر تذاكر المباراة لعدم التلاعب في هذه المسألة ومضاعفة الأسعار. خلي نتابع. أمس كان اجتماع بيننا وبين سيد محافظ أستاذ أسعد أولى استعدادات لمباراة منتخبنا مع منتخب السعودي الشقيق، وأبدأ استعداده التام والاجتماع مع قائد عمليات البصرة للدخول وخروج الجماهير حتى يكون طريق واحد للمشاهد للجماهيرنا العزيزة اللي أتوقع بكثافة سيحضرون المباراة، والطريق الثاني للفريقين فريق العراقي والسعودي والضيوف اللي يتواجدون ضيوف في آي بي حتى أقام أيضا حتى ليس ازدعام بدخول وخروج الفريقين. تذاكر المباراة قرار الاتحاد 5000، واتفقنا مع المتعهد أن لا يزيد سعر أي تذكرة 5000. إذا شفنا أي مخالفة وإذا أي مواطن يعرفون أكو بيع تذاكر أكثر من 5000 ينطونا خبر وعن نتخذ الإجراءات وننطي خبر للجهات المعنية بهذا الخصوص. قبل فترة بعثنا رسالة من الاتحاد العراقي إلى رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد المصري لكوني اثنيناتهم نواب رئيس الاتحاد الدولي، وافقوا على حضورهم للمباراة، ويكون رئيس الاتحاد الآسيوي برفقته وزير الشباب والرياضة البحريني، رئيس الاتحاد البحريني وبعض الشخصيات أخرى وبعض الإعلاميين يكونون معه، وأيضا رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة أفريقية أيضا سيحضر صباح يوم المباراة، وأيضا يكون داعمين قبل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يوم 16 آذار المقبل يكون في كوالالامبور، وسيناقشون موضوع رفع العذر عن مباريات الرسمية الدولية في محافظتنا العزيزة بصرة كربلاء أربيل. والخطوة الثانية يكون أيضا رفع الحظر عن مباريات الودية في بغداد وميسان وزاخو. إذن مشاهدينا متواصلين معكم، وهذه الأخبار الخاصة عن منتخبنا وهذا اللقاء الودي أمام المنتخب السعودي، يعني بما أن الجمهور الرياضي العراقي هو المتضرر الوحيد دائما مثل هكذا حالات، فلا بد من الوقوف حول هذا الأمر، وخصوصا بعدما استمعنا لرئيس الاتحاد شخصيا عبد الخالق مسعود وهو يؤكد أن هنالك قرارات صارمة وحازمة تنتظر المتلاعبين بأسعار التذاكر، وحدد أن تذكرة دخول مباراة العراق والسعودية لن تتجاوز 5000 دينار عراقي وبحسب العقد المبرم مع المتعهد. وقال مسعود على جماهيرنا العراقية الراغبة في حضور المباراة أن تبلغ الجهات المختصة في حال تشخيص أي حالة استغلال للجماهير من خلال رفع سعر التذكرة. مشاهدينا في الوقفة التالية قراءة حول أهمية هذا اللقاء الودي، خلينا نتابع. دارك يا الأخضر بإشارة واضحة إلى استقبال المنتخب السعودي الشقيق بين أهله وأحبائه في البصرة، ومباراة المنتخبين العراقي والسعودي على ملعب جذع النخلة، والتي تأتي ضمن إطار الدعم العربي الخليجي السعودي لرفع الحظر عن الرياضة العراقية. ويتوقع أن تكون المباراة عرسا كرويا كبيرا بوجود العديد من الشخصيات المعروفة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، وأيضا بحضور إعلامي واسع. موضوع الاستعدادات أجرينا كل الأمور للمنتخب، ضيافة المنتخب السعودي وتحمل ما نفقات الفريق السعودي في سبيل مهمة مباراة مع المنتخب الوطني العراقي. وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها المنتخب السعودي أرض بلاد الرافدين بعد انقطاع دام لقرابة 40 عاما، بعد تواجد أخير على ملعب الشعب الدولي في بغداد ضمن المنتخبات الخليجية المشاركة في بطولة الخليج 5 في بغداد، والتي أحرز كأسها آنذاك منتخبنا الوطني بنجومه الكبار السابقين. على إلى هادي
الفلاح الهادي الفلاح ورغم أن المباراة المرتقبة بين المنتخبين لا تعود بالفائدة الحقيقية عليهما وسيلعبان بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الشباب المحليين دون إشراك المحترفين لارتباطهم مع أنديتهم وأيضاً يوم المباراة خارج أيام الفيفا داي وهي الأيام التي يسمح فيها بإشراك اللاعبين المحترفين إلا أن المباراة فيها دلالة واضحة على الدعم السعودي للرياضة العراقية والتي ستتبعها قريباً لقاءات أخرى مع المنتخب القطري الشقيق. عندنا اتفاقية تعاون وممكن يعني المنتخب القطري ممكن نشوفه في على أرض العراق إن شاء الله يخوض مباراة ودية. نعم. وهناك تخطيط في حسابات اتحادنا الكروي لدعوة المنتخب الليبي والمنتخب المصري وأيضاً بالنية إقامة بطولة رباعية للمنتخبات في العراق. جمهورنا الرياضي لا نزال مع أخبار المنتخب واللقاء الودي أمام السعودية فقد أكد رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى أن حارس مرمى نادي نفط الوسط نور صبري لم يقدم طلبا رسميا للمشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب السعودي فإذا ما أراد المشاركة في هذه المباراة فيتوجب على صبري مخاطبة الاتحاد أو المدرب. يذكر أن الحارس المخضرم نور صبري خاض 99 مباراة مع المنتخب الوطني وفي حال مشاركته في مباراة السعودية ستكون المباراة رقم 100 في مسيرة الحارس نور. يعني صحيح رقم 99 رقم جدا حلو ولكن المباراة رقم 100 لها وقع آخر ولها تكريم للاعب قدم للكرة العراقية الكثير وهو يعني في الوقت نفسه تعزيز لمسيرة حافلة لحارسنا الخلوق نور صبري خصوصا وهو لا يزال يلعب يعني ضمن الدوري العراقي. بالتأكيد دعوة ستكون يعني مهمة للحارس نور وبالوقت نفسه بحاجة إلى يعني رؤية فنية للنظر في حيثيات المسألة وفي مدة ولحظة مشاركتي في هذه المباراة. مشاهدينا متواصلين معكم وضمن أخبار المنتخب واللقاء الودي أمام السعودية أيضا ذكر لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين إنه بالرغم من غياب اللاعبين المحترفين لكننا مستعدون لملاقاة المنتخب السعودي الشقيق في بصرتنا الفيحاء وسنقدم مباراة جيدة من أجل إسعاد جماهيرنا الحبيبة. وأوضح أن المباراتين التي لعبناها مع فريقي نفط الجنوب والميناء كانتا بمثابة حصة تدريبية مهمة للاعبين والجهاز الفني. وتابع أن حضور الجماهير العراقية لمؤازرة أسود الرافدين في هذه المباراة بالتأكيد ستعطي جمالية أكثر للكرنفال. مشاهدينا الكرام دعونا الآن نتوقف مع فاصل قصير نواصل بعده فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم لا تذهبوا بعيدا خليكم ويانا. جمهورنا الرياضي يعني مثلما يعني كنا في الأمس القريب متواجدين مع إداريين ولاعبين ومدربين لأندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ها نحن اليوم نكمل مشوارنا بين الأندية العراقية وارتأينا اليوم أن نقوم بزيارة خاطفة لنادي الشرطة الرياضي حيث ظهرت مرة أخرى حالة من الصراعات الإدارية في البيت الشرطاوي يعني كل هذا حول تسلم المهام الإدارية. بالتأكيد هذه الأزمات وهذه الأجواء لها مردود سلبي على جميع مفاصل النادي وبهذا الخصوص وأمور أخرى تواجدنا في نادي القيثارة وأجرينا لقاءات عدة بدأناها مع الدكتور عدي الربيعي الأمين المالي لنادي الشرطة وبعد الترحيب به في صدى الرياضة سألناه عن آخر المستجدات التي تخص إدارة نادي الشرطة ومنها قرارات المحكمة الاتحادية والأمور القضائية والشرعية لقيادة الهيئة الإدارية للقيثارة الخضراء
وهل سنشهد مستقبلا مستقرا وواضحا وينتهي مسلسل الأزمات، وما مدى تأثير ذلك على فرق النادي بشكل عام، فضلا عن هل النادي يمر حاليا بأفضل حالاته بالنسبة للدعم المادي. مشاهدينا، الدكتور عدي الرباعي معنا في الوقفة التالية، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة على متابعة الأحداث اللي مرت في نادي الشرطة الرياضي. الحقيقة تعرفون هناك الكثير من الأمور اللي حثت أهمها هي الأمور القضائية، واللي الحمد لله وشكر رب العالمين القضاء العراقي العادل أنصف الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عبر القرارات التمييزية اللي حسمت كل الدعاوى القضائية السابقة اللي كان البعض يعني يشير انه صاحب شرعيه في النادي، لكن الحمد لله والشكر انه القرار التمييزي اللي صدر من المحكمه الاتحاديه كان هو الفيصل في كل ما سبق ذكره. اضافه الى ذلك تم الغاء وغلق الملفات التنفيذيه اللي كانت سابقا قد فتحت مع هذه الاوامر القضائيه. اليوم الحمد لله والشكر ايضا النادي استقر تماما بعد ان غلقنا كل القضايا، استقر بعوده الحاجه اياد بنيان الى عمله طبيعي، واليوم يقود الهيئة الإدارية للنادي بشكل سلس وطبيعي، وإن شاء الله تستمر هذه الهيئة الإدارية في دعم كل فرق النادي في سبيل إسعاد جمهور الأخضر وعودة الدرع إن شاء الله لخزائن النادي وأيضا كل فرقنا الرياضية. الهيئة الإدارية الحقيقة يعني تضم في يعني تضم كثير من الشخصيات الرياضية و الأكاديمية اللي قادرة على قيادة دفة النادي، لكن احنا الحمد لله كل المشاكل اللي حدثت ما خلينا انه كل فرق النادي تتأثر بهذه الإشكاليات، وهذا بالتأكيد يعني المشاكل تكون موجودة داخل البيت الواحد والعائلة الواحدة، لكن الحمد لله احنا عزلنا الجانب الفني عن الجانب الإداري، بالتالي فرق النادي ما تأثرت ولا بشيء بسيط من أي إشكال إداري، والحمد لله مشت الأمور بشكل طبيعي. الاستحقاقات المادية كل فرق يعني حصلت عليها بحسب العقود المبرمة ما بين الإدارة والفرق والمدربين واللاعبين. يمكن أقدر أقول هو من ناحية الدعم المادي هو يعني نفس المبالغ مع وجود بعض الاستقطاعات لمؤسسات أخرى، لكن اللي تميز دعم وتوجيه معالي الوزير الداخلي المحترم كان قريب في كل المفاصل الموجودة في النادي وفي كل الأحداث اللي مرت بالنادي اللي تميزنا بأنه كان الوزير متواجد، تحياتنا له، متواجد معنا في كل الأمور، والحمد لله يعني بتوجيهاته وتعاونه معنا قدرنا نعبر الأزمة اللي مرت بالنادي. إن شاء الله هذا الموسم عودة اللقب، ومبارك عليهم الاستقرار اللي موجود بالنادي وعودة الحاجة إياد بنيان، وإن شاء الله نتمنى للجميع ولكل فرقنا الخير والموفقية. شكرا لكم. مشاهدينا، يعني سنبقى في البيت الشرطاوي لمعرفة الأمور الإدارية والفنية للفريق الكروي، والتقينا بعدد من الرياضيين والإداريين من أهل الشأن، وكيف يسير الفريق في الدوري في ظل فكر تدريبي برازيلي، وما هي استراتيجية الجهاز الفني والخطوات المستقبلية لأحد أكبر الفرق في سماء الكرة العراقية. خلينا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما أخفي لك سر، احنا في بداية الأمر كنا في تعثر، الحمد لله في مرور الوقت بدأ الفريق يتصاعد يعني فنيا. الآن وصل الفريق، وصلت مرحلة تقريبا 70% إلى فهم نضج المدرب، وهذا المطلوب حقيقة. استراتيجية المدرب واضحة الآن من قبل اللاعبين، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ترضي يعني ترضينا احنا كأنفسنا وإدارتنا وجماهيرنا إن شاء الله. دوري بعد يعني 23-24 مباراة بعد، الفرق عندها، الفريق الجوية فريق محترم، الطلبة أيضا محترم، ميناء، كل الفرق، الكهرباء، كل الفرق تنافس على الدوري. الدوري راح يصير به هواي متغيرات في المستقبل القريب، أعتقد أني راح يعني بنص المرحلة الثانية يبين بطل الدوري. إحنا الاستقطابات يعني بداية الموسم كانت استقطابات جيدة، عملت الهيئة الإدارية بجلب الكابتن بكيتا ومن خيرة المدربين الصراحة، وهذا ينحسب للإدارة، وكذلك هو يعني للعراق هو مكسب اكيد يعني، والنادي الشرطه بالاخص. الحمد لله النتائج يعني جيده، الدور كملنا الدور 15 بدون خساره، يمكن 3 تعادلات إلى 4. احنا اكيد نطمح كناس محبين وكناس معنيين بالنادي الشرطه، طموحنا بان نحصل على بطوله الدوري رغم المنافسه القويه من الفرق الزوراء والجويه، كذلك كل الفرق هي تطمح بان تحصل على لقب.
احنا طموحنا يختلف يعني نوعا ما، لان احنا عندنا لاعبين جيدين يقدرون يعني يسيرون بالمباراة يعني حسب ما هم يشوفوا، يعني لان اغلبيتهم لاعبين خبره ولاعبين منتخبات. احنا املنا كبير بلاعبينا وعندنا ثقه بلاعبينا وبكادر التدريبي مالتنا بان يحققون نتائج. احنا حاليا الدوري بعد يعني بدايته، نقول يعني بعد عندنا مرحله بها مفاجات، اراد صبر، اراد جهد من الجميع مو بس من اللاعبين، حتى وجود الجمهور يعني للفريق تشجيعه تواصله بالوحدات التدريبيه يعطي حافز اللاعبين. نتمنى يظلون على المستوى هذا، وان شاء الله يعني نعاهد جمهورنا وادارتنا بان ان شاء الله هذا اللقب يكون من نصيب نادي الشرطه. مثل ما تعرف اكيد يعني المشاكل يتاثر، انت اذا تريد تبني فريق او يكون عندك استقرار اداري، الاستقرار الاداري ضروري. احنا خلال 4 سنوات الاخيره يعني نعاني من ناحيه الاداره، كل فتره يعني تتغير اداره، كل اداره تجي عندها فد رؤيه وعندها مستقبل. هاي الاداره عملت الصراحه بجلب يعني لاعبين جيدين، كذلك مدرب جيد. شفت المشاكل اللي صارت، حاولنا احنا قدر المستطاع، احنا انا شخصيا يعني قريب على اللاعبين، حاولنا نبعد اللاعبين عن الاجواء، لان يعني تعرف الاجواء هاي مستحيل ما تاثر على اللاعب، بس اللاعب هم طموحه بين يقول لك انا يعني احنا وصلنا لفكره بين انت متعاقد مع نادي الشرطه مو متعاقد ويا شخص، اي شخص يجي هو راح تكون حقوقك موجوده. وهذا اللي وصلناه للاعبين، قلنا لهم هذا رزقكم وهذا لك انت لنفسك، باكر عقبه مثلا تطمح لغير فريق او الاحتراف، فاكيد انت لازم مستواك يكون تصاعدي. وحاولنا الحمد لله رغم الظروف اللي صارت والمشاكل الاداريه، بس احنا بالمشاكل الاداريه اللي صارت الفريق الحمد لله نتائجه كانت طيبه. يمكن لو ما فريق كره القدم لا كانت المشاكل ازيد بالنادي، يعني تعرف نادي الشرطه مو بس لعبه كره القدم، بها العاب كثيره وعلى مستوى المصارعه والجوده والسله والطائره، فكلها مرتبطه بالقدم. فالقدم كل ما تكون نتائجه جيده الفرق الباقيه تستقر. الحمد لله يعني بعد رجوع اياد بنيان الحمد لله الامور ان شاء الله راح تبشر بخير خلال الفتره المقبله، لهذا ما نتمناه. نتمنى الاستقرار الاداري يكون موجود والاداره تمارس عملها الطبيعي مثل ما كانت في بدايه الدوري، وعلى حتى اللاعب على الذي يحس باطمئنيه بان اكو اداره موجوده واكو ناس متابعين واكو حقوق اللاعبين موجوده. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ان شاء الله. احنا المدرب البرازيلي احنا يعني من بدايه مجيئه احنا حاولنا نقرب فكر اللاعب العراقي اللي تعرفوه، يعني درب على مستوى الخليج على مستوى منتخبات البرازيل، فاكيد اللاعب العراقي اعتقد يختلف عن اللاعب الخليج. يعني اللي يجوز لاعب الخليج لاعب هواة، لاعب يعني يمكن عنده طموح، يعني طموح محدد، بس اللاعب العراقي يعني شوف عنده دائما يعني روح، عنده يعني يريد يتطور، يريد. احنا عانينا يعني بالادوار السابقه، بدايه الادوار يعني الاولى كان اسلوب المدرب يعني اللاعب صعب يهضمه، فمرور الوقت هسه حاليا دا اشوف اللاعبين هضموا تكتيك المدرب، اسلوب لعب المدرب، شوف النتائج الاخيره، شوف حفظوا اللاعبين شو يريد المدرب، فانعكس بالمباريات وشفت النتائج كانت ايجابيه، واكيد هذا ينحسب للاعبين. وكذلك هو الكادر التدريبي قلنا له يعني نريد اللاعب العراقي لاعب يعني يحب يتطور، يحب يستمع، يحب يستفاد، فهذا اللي يميز اللاعب العراقي عن اللاعب الخليج. الحمد لله يعني المدرب اصبحت عنده رؤيه كامله على اللاعبين، لاعبين الفريق وكذلك الفرق الباقيه. يعني الفرق احنا كل ما نلعب مباراه مع، فقبل ما نلعب مباراه مع فريق الاخر هو تكون عنده معلومات من خلال الفيديوهات ومن خلال النقل التلفزيوني، تشوف عنده معلومات الحمد لله يعني كانه ما عايش الصراحه بالعراق. الحمد لله وشكر الفريق يعني يسير بخطوات ثابته الى المنافسه على لقب الدوري. يمكن الكل يعرف هذا الموسم فريق الشرطه يختلف اختلاف جذري عن المواسم اللي سبقت، يضم لاعبين على مستوى عالي، لاعبين منتخبات وطنيه، اضافه الى مدرب مميز، مدرب البرازيلي باكيتا. طموحنا هذا الموسم يختلف اكيد تحقيق لقب الدوري، واعتقد الحمد لله والشكر الان قطعنا نصف الطريق، يمكن ما يفصلنا عن فريق الزوراء نقطتين، وعندنا مباراه معاهم في المرحله الثانيه، اضافه لو عندنا مباريات كثيره في المرحله الثانيه.
نتمنى انه يصعد المستوى بعد اكثر. اعتقد انه الفريق عنده بعد اكثر، صح قدمنا مباراه على مستوى عالي سواء في تسجيل الاهداف اضافه للمستوى الفني، بس اعتقد انه فريقنا يمتلك مقومات الفريق البطل. امنياتنا انه نتوفق في هذا الدوري، نوع جماهيرنا انه نحقق اللقب ان شاء الله. جمهورنا الرياضي الآن مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالمهاجم كريستيانو رونالدو بسبب دعمه لزميله كريم بنزيما بعدما أهداه ركلة جزاء ليسجل منها خلال مباراة الفريق أمام ألافيس. وكان بنزيما قد تعرض لانتقادات حادة بداعي أنه يخفق في هز شباك المنافسين في كثير من المناسبات. اشتعلت المنافسة كثيرا بين هدافي الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا في سباق الحذاء الذهبي، وأضاف عدد من الهدافين أرصدة جديدة إلى أهدافهم في هذا الأسبوع ليتغير ترتيب القائمة، فقد سجل كل من هاري كين ومحمد صلاح وإيموبيلي وليونيل ميسي ولويس سواريز خلال هذا الأسبوع. في سياق نفسه يتصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الترتيب بالتساوي مع الأورغوياني أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويحل الإيطالي إيموبيلي مهاجم لاتسيو تاليان، ويليه المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ثم يأتي نجم برشلونة ليونيل ميسي. يعمل أمري مدرب باريس سان جيرمان أن يتعافى لاعبه البرازيلي نيمار سريعا من إصابة في الكاحل قبل استضافة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأصيب نيمار بالتواء في الكاحل خلال الفوز بثلاثة أهداف للا شيء على أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي. قال ديباجيو المدير الفني المؤقت للمنتخب الإيطالي لكرة القدم إنه يعتزم استدعاء نجم حراسة المرمى المخضرم بوفون للمباراتين الوديتين المرتقبتين خلال مارس المقبل. وكان بوفون البالغ من العمر 40 عاماً قد أعلن اعتزاله اللاعب الدولي عقب خروج إيطاليا من سباق التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا. مشاهدينا، أصبح نادي النفط من بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة، ويقف خلف هذا التميز منظومة جماعية بدءا من جهاز فني متميز وطموح إلى لاعبين مثابرين وطاقات شابة واعدة، وصولا إلى إدارة جيدة وقريبة ومتعاونة. مشاهدينا، لذلك ارتئينا اليوم أن نسلط الضوء على هذا النادي المنافس في الدوري العراقي بكرة القدم لنتعرف على أهم المتغيرات التي طرأت على مستوى ونتائج هذا الفريق في المواسم السابقة والموسم الحالي. لذلك سينضم معنا من العاصمة الحبيبة بغداد كاظم محمد سلطان، عضو اتحاد الكرة ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي. أستاذ كاظم، نرحب بك أجمل ترحيب في صدى الرياضة. أهلا وسهلا، شرفتونا. أستاذ كاظم، محورنا الأول مع ناديكم، وبطبيعة الحال لابد من تداخل عمل الاتحاد في المحاور التالية، وأيضا سينضم في المحور بالتأكيد الدوري العراقي بخصوص فريق النفط. يعني على عكس ما لاحظناه في الموسم الماضي طبعا من أداء ونتائج مميزة، شاهدنا هذا الموسم يعني مستوى متباين، مستوى غير ثابت. ما هي أسباب عدم استقرار فريق النفط مع بداية الدوري وهذا التباين في المستوى والأداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف احنا يعني هالسنة انتقالات اللي صارت انتقالات الصيفية، انتقلوا من عندنا 8 لاعبين من لاعبين أساسيين يعني، وهذا ما أثر علينا، منهم أيمن، مصطفى جودة، عمار كاظم، أشرف، يعني كثير من اللاعبين انتقلوا من عندنا، وعلي ياسين، هذا أثر هواية علينا فنيا، أثر علينا. قدرنا نجيب بعض اللاعبين بس ما يغطون هاي الأسماء. بعدين اشتغلنا ككادر تدريبي وإدارة، عملنا على أنه الفريق يعمل ويشتغل بهالموجود. كان تعثر بالبداية، هسه الآن استقرينا، الآن احنا ثالث بالدوري 23 نقطة عندنا،
الان الجويه جوانا، الزوراء والشرطه قدامنا، ان شاء الله الفريق يتحسن بعوده اللاعبين الجدد، عوده ايمن الى بيته القديم، ايمن حسين، مازن كان مصاب كسر برجله الان تعافى وده يتدرب خلال اسبوع يكون جاهز. هاي كل هالعوامل راح تعيد النفط الى جاده الصواب ولا المربع الذهبي. سادة ابو شوقي خليك معنا واسمح لنا ان نتوقف قليلا ونستمع الى انطباعات من اهل الشان من منظومه نادي النفط الكروي، خلينا نتابع. احنا بعد خروج يعني 7 لاعبين نعمد الاساسيه الفريق يعني بسبب نقول يعني الماد او رغبه اللاعب ينتقل، هذا حق مشروع لاي لاعب. انتقلوا من عندنا 7 لاعبين، جبنا لاعبين بس دائما اللاعب من يعيش الفريق سنتين وثلاثه اكو استقرار باللاعبين، استقرار بكادر التدريبي، استقرار باسلوب اللعب. لما يطلعون لاعبين ويجيب لاعبين يحتاج وقت. انا اقول بدايتنا مال الدوري اقول بدايه مثاليه. احنا يمكن 5 مباريات لعبنا خارج ملعبنا يعني محافظات، لحد الان احنا ما لعبنا ملعبنا، لعبنا ملعب الصناعه احنا لما جرينا. هاي كلها عوامل اثرت على الفريق. بس كل هذا اقول احنا فريقنا لحد الان المركز الثالث. احنا حتى العام اول العام جينا شويه شويه لوصلنا للمراكز الاولى. انا اقول الفريق يوم بعد يوم دي يسير بالطريق الصحيح، اكو استقرار بالتشكيل، اكو استقرار بالكادر التدريبي. هاي كلها عوامل، هي اكو نقول توافق بين اداره ولاعبين وكادر التدريبي. هاي كلها عوامل مثاليه. نتمنى من رب العالمين دائما صوره نادي النفط تبقى بالمراكز الاولى. هذا ما يجي من كلام، لازم يجي من عطاء لاعبين، من عطاء اداره، من عطاء كادر تدريبي. احنا نقول انا لا ليس مجامله، انا اقول الكادر مالنا الكادر التدريبي بقياده الكابتن حسن احمد يعني عقليه، انا اقول يوم بعد يوم يعطيك فشي جديد. هذا يعطيك انطباع بين دائما الفريق يشوفه في حله جديده. كل مباراه تلقى اسلوب، كل مباراه تلقى اكو تغيير. شوف اكو تداور اللاعبين، اكو نقص باللاعبين، 7 لاعبين 8 لاعبين اكو نقص، بس انت تشوف فريق شكل الفريق موجود. هذا يعطيك بين الحمد لله الفريق دي يسير بالطريق الصحيح. ان شاء الله يا ربي. احنا الموسم الماضي كان فريقنا يعني تقدر تقول كان وضعه جيد حيل السنه. فريقنا يعني تقدر كل لعبه عندنا 5 لاعبين او 6 لاعبين هم كلهم مصابات، مباراه عن مباراه لاعب عندنا ينصاب، يعني هسه اذا تجي تحسب المصابين يمكن 8 من 9 قسم من عندهم خطايا يعني طلعوا سافروا وتعالجون، قسم من عندهم تحت العلاج محمد جوهر. وان شاء الله رب الله يشافيهم ويكونون من ضمن التشكيله ومن ضمن الفريق مالنا حتى نكون استعداداتنا جيد للبطوله. ما دام يعني مجموعه واحده ونفس واحد ان شاء الله ربي نسوي اكثر ما سويناه العام ان شاء الله. طبعا اكيد تعرف الدوري صعب، كل 3 ايام مباراه، اللاعبين اصابات ما يلحقون استشفاء طبعا قليل، لكن الحمد لله احنا مقتنعين بهذا المركز، نلتقي الى مركز افضل ان شاء الله. شكرا للكباتن، اهلا بك من جديد. استاذ كاظم، ساطوي صفحه نادي النفط، دعني استغل وجودك معي كونك يعني عضو اتحاد الكره ايضا يعني في هذا الحوار. انتم كاتحاد يعني هل راضين مقتنعين باليه الدوري وهذا الجدول المضغوط للمباريات بحيث يعني كل 3 ايام والرابع مباراه، بالتالي تأثير ذلك يعني لربما يكون يعني انعكاس على اللاعبين من النواحي كما تعلم البدنية وربما الفنية، وستظهر بالتأكيد الإصابات وطبعا الفترة القصيرة في حال الاستشفاء. احنا نعرف الضغط هذا هو يأثر على اللاعبين، ماكو غير شارة، لان احنا بدينا بالدور متأخر، هذا التأخر أثر علينا. الآن كل 3 أيام يوم الرابع مباراة، هذا ما يخدم اللاعبين العراقيين، ما متعلمين على هيك أجواء وهيك يعني كل 3 أيام مباراة، يراد تهية من ناحية التغذية، من ناحية الاستشفاء السريع، هاي العوامل ما موجودة عندنا بالعراق. بدنا نعلمهم للاعبين، لأن بات تصير بطولات خارج العراق بالمنتخبات الآسيوية الآن كل يومين يوم الثالث لعبة. إذا تشوف أنت تلاحظ برشلونة يلعب السبت يلعب الثلاثاء
بطولة أمم أوروبا، يلعب الخميس بغير مكان، هذا العالم كله تعمل عليه. فإن شاء الله إحنا هاي الأمور الاتحاد راح يتلافاها في هذا الموسم القادم الجديد. راح الدوري يخلص بالسابع، نهاية السابع راح نبدأ الدوري مبكر في 1/9، وتكون المباراة ما مضغوطة بشكل 3 أيام 4 أيام، راح يبدي كل 5 أو 6 أيام يلا تجي المباراة، فراح يصير أكو مجال اللي يكون اللاعب في استشفاء سريع. أستاذ كاظم، يعني بصراحة نستطيع القول بأن ليس هنالك تمديد وتأجيلات لهذا الموسم، يعني نعتمد ذلك، توعدنا لا تأجيل ولا عودة إلى الطريقة نفسها في المواسم السابقة؟ لا، إن شاء الله الدوري راح يخلص، هو الدوري راح يخلص مبكر، يعني أنت ما عندك شارة، أنت الدوري يخلص شهر السابع لأن كأس العالم بداية السادس، فلازم تخلص الدوري مبكر. فإن شاء الله أنا أقول لك وعدك هالسنة، لأن تأجيلات ماكو، دا تشوف اللعبات النظامية دا تمشي، وش قد فرق دا يطلبون تأجيلات، ماكو تأجيلات، وإحنا مقررين بالاتحاد أنه الدوري يكون مبكر في الموسم القادم. طيب أستاذ أبو شوقي، يعني حول الجهاز الفني للمنتخب الأول، هل بالإمكان توضيح يعني لنا صيغة الاتفاق مع المدرب باسم قاسم، وهل صحيح يعني أن هنالك استراتيجية جديدة حول تسلم مهام المنتخبات الوطنية لكفاءات تدريبية أجنبية؟ ما صح ذلك؟ احنا العقد ويا باسم قاسم يخلص في الشهر 8، حتى مدربين المنتخب الأولمبي كل المدربين يراد لهم إعادة تنظيم. الاتحاد إلى نية، الاتحاد إلى نية يجيب كوادر أجنبية على كل الفئات، المنتخب الوطني وعلى الأولمبي وعلى الشباب، وهذا كنا ما بنعمل به في السنوات السابقة، يعني قبل النظام السابق كنا نشتغل هيك، المدربين أجانب 12 أو 16 مدرب يجيبوني يوزعوهم على المنتخبات، ولهذا كانوا تخرجوا كثير من اللاعبين العمالقة اللي كانت الأسماء قبل، اللي تخرجوا من العراق بسبب المدربين الأجانب، لأن المدرب الأجنبي عنده رؤية أكثر، عنده استيعاب أكثر، صح المدرب المحلي جيد خليه يشتغل ويا الأجنبي، كل مدرب أجنبي ويا فد 2 3 عراقيين يعملون وياهم، يتعلمون من عنده، هم يشوفون الرؤية مالته، الاستيعاب مالته، العمل الجديد الآن اللي يشتغلوه بالعالم كله، وده تشوف انت منتخبات ده تروح ده تصطدم بحائط كونكريت، يعني المنتخبات المنتخب الوطني أو الأولمبي شفت انه فيتنام أو هاي الدول كانت احنا سابقيهم بالتطور الآن لحقونا، ليش؟ لأن مدربين أجانب ده يعملون وياهم، مدارس أجنبية ده تعمل وياهم. إن شاء الله الأمور الزينة جاية، وإن شاء الله يعني البلد قادم إلى آفاق جديدة والتطوير يكون أحسن. يعني أنت مع المدرب الأجنبي لتدريب المنتخبات مستقبلا؟ والله أنا مقتنع بالمدرب الأجنبي 100%، مع الكوادر المساعدة تكون عراقية. طيب دعني أتحول إلى يعني انتخابات اتحاد الكرة التي هي قريبة، يعني بالتالي هل سنشهد عودة نفس الأسماء؟ وإذا كان ذلك يعني ما هو رأيك بهذه المجموعة؟ هل هي قادرة لتكملة المشوار بنجاح؟ الانتخابات 31/5 طبعا أنا أرشح الاتحاد بهاي مجموعته، مجموعة جيدة وتعمل جيد، هناك أكو بعض الإخفاقات قادرين على تصليحها، هاي المجموعة انسجمت
عرفت طريق العمل الصحيح، عرفت العمل الشاق وعمل متعب، بس إن شاء الله يكون العمل بالمستقبل أحسن. طيب جميل، ما هي الآلية، ما هي الرؤية الجديدة لعمل الاتحاد؟ يعني هل تجد أن الوصول إلى عمل متكامل ومدروس ومتطور صعب يعني في الوقت الحاضر؟ طبعا أنا أقول لك العمل بالاتحاد هو عمل صعب مو عمل سهل، يحتاج إلى رؤية أكثر، عمل أكثر، اطلاعات أكثر. يعني إحنا إن شاء الله عندنا ملاعب بالعراق كثيرة راح تخلص، راح تنفتح مدارس، أكاديميات، لازم العمل الرياضي يكون أوسع، العمل التطوري للشباب مكان ما يلعبون بالشوارع، والهاي لازم تحتضنهم الأندية، لازم الدولة تصرف على الأندية لتطويرها لجمع الشباب. إن شاء الله الاتحاد أنا أقول لك برؤية جديدة راح يكون الاتحاد يستعب جميع الأكاديميين، لاعبين القدامى، لاعبين الخبراء، اللاعبين المتميزين، المدربين المتميزين، رايح يستعب لأن راح يصير مدارس وأكاديميات بشكل واسع كبير. أستاذ كاظم، لك مني خالص الشكر والتقدير طبعا، والشكر موصول لجميع عناصر الفريق على تواجدكم معنا في صدى الرياضة. هل لك إضافة أو كلمة أخيرة؟ والله أتمنى أنه من الجمهور الرياضي أن يترك الهتافات العنصرية، يترك الهتافات اللي تكون هذا بحثي وهذا الجمهور هيجي وهذا الجمهور هيجي. الجمهور أريد يغني، أريد يرقص، أريد يعني الأعلام اللافتات الحلوة، هاي القضايا العنصرية والهاي مرفوضة بالاتحاد الدولي، مرفوضة بكل العالم، حتى يكون شعبنا متوحد، فرقنا متوحدة، تنافس شريف من أجل عراق جديد، عراق مزدهر. ونتمنى من الله أن يحفظ العراق والعراقيين. مشاهدينا، كان معنا من بغداد الحبيبة كاظم سلطان، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي، شكرا جزيلا له. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. في البداية طبعا نبارك عائلة القوى الجوية، إدارة وقادة تدريب اللاعبين وكذلك الجمهور. أعتقد المباراة صعبة، كنا متوقعين فريق السباق من الفرق الجيدة ضمن مجموعة من اللاعبين وقادة تدريب على مستوى جدا عالي، وفي أرضهم وأمام جمهورهم، والجو يعني الطقس كان شوي صعب على لاعبينا، خصوصا الدوري العراقي المفروض. لكن الهدف تحقق، هي الثلاث نقاط حقيقة. اللاعبين أنا أحييهم على الالتزام طبعا الكبير بالواجبات المعطانة، وكذلك خلينا نقول الإبداع الذاتي بالنسبة للاعبين. أحييهم مرة ثانية وأقول لحد الآن ما انتهت البطولة، أكو مباريات، عندنا أربع مباريات، وأعتقد المجموعة صعبة حسب ما شاهدت أنا بعد ما فاز الجزيرة على فريق المالكية. فالمهمة وجهة نظري صعبة، علينا نحث الخطأ ونبذل مجهود كثير ولا نفقد نقاط في أول الطريق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكرا على كل حال، قدرنا نحصل ثلاث نقاط في ملعب الخصم، قدر فريقنا والكادر التدريبي واللاعبين بجهودهم نحصل ثلاث نقاط. تعرف مباراة المالكية البحريني، مالكية البحريني مباراة صعبة، بس إن شاء الله كلاعبين وككادر تدريبي نتجاوز هذه المباراة. توفيق من رب العالمين، إن شاء الله يوفق قوتي اللاعبين وكادر التدريبي، لأن ضرب مستوى يليق بنا كلاعبين وكسمعة نادي القوى الجوية وكبطل نسختين الماضية. محمد الله شكرا على كل حال ان حصلت على افضل لاعب بجهود اخوتي اللاعبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك للاعبين، مبروك لهذا الجهد اللي بذلوه اليوم، يستحقون 3 نقاط. مبروك للكادر، مبروك كل الوفد. الحمد لله والشكر. المباراة كانت كلها صعبة، فريق من أفضل الفرق من مجموعة وملعبه جدا صعب. الحمد لله قدرنا نطبق الواجبات، قدرنا أنه نحصل على 3 نقاط، أعتقد هي مهمة. إن شاء الله التكملة بالمستوى تصاعدين الفريق، إن شاء الله المباراة الجاية أفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك الى جماهير القوة الجوية. الحمد لله والشكر. فوز مهم بالنسبة لنا. اشكر جميع اللاعبين على الجهد اللي بذلوه. ان شاء الله يا ربي عندنا بعد مباراة مع الفريق البحريني نضمن الفوز ونضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور المجموعات ان شاء الله. جمهورنا الرياضي، دعونا الآن نتوقف مع أهم اللقاءات والنتائج في الليغا الإسبانية ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني. ومثل الأسبوع السابق لم تشهد هذه الجولة أي تعثر لفرق الصدارة، فالبرسا ما زال متمسكا بموقعه، وفريق أتلتيكو مدريد متواصلا بعطائه المتميز وملاحقته الناجحة بحصد النقاط، والريال عاد بقوة إلى نغمة الانتصارات بانتزاع النقاط 3 على التوالي. الليغا الإسباني في الوقفة التالية. ضمن الأسبوع 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، سحق برشلونة شباك ضيفه جيرونا بنصف دزينة من الأهداف على أرضه في ليلة تألق فيها النجم ليونيل ميسي ولويس سواريز، إذ سجل ميسي ثنائية على التوالي وسواريز هاتريك والقادم الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو. وكان جيرونا افتتح النتيجة بشكل مفاجئ عن طريق بورتو في الدقيقة 3، وبذلك أصبح رصيد النادي الكتالوني 65 نقطة في صدارة الترتيب، أما جيرونا فيحتل المركز 9 برصيد 34 نقطة. وفي الأندلس ألحق أتلتيكو مدريد خسارة ثقيلة بمضيفه أشبيليا 5 أهداف لهدفين، كان بطلها المهاجم الدولي الفرنسي غريزمان. ونجح أتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل عبر دييغو كوستا، وأضاف غريزمان الثاني، وحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء انبرى لها غريزمان بنجاح مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، وأضاف كوكي الهدف الرابع، وختم غريزمان المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه. وبعدها صحى أشبيليا نسبيا في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدفين عبر بابلو سرابيا ونوليتو. ويعد هذا الفوز 5 على التوالي لأتلتيكو مدريد ليعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويعيد فارق النقاط 7 بينه وبين برشلونة. كما واصل الريال صحوته برباعية في شباك ألافيس ليؤكد حامل اللقب تفوقه التام على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بالفوز عليه للمرة 9 توالياً. ويدين ريال مدريد بالفوز إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واصل صحوته بتسجيله ثنائية إضافة إلى باقي المثلث الهجومي للملكي بي بي سي. وتابع فالنسيا صحوته أيضا وحقق فوزه 3 على التوالي عندما تغلب على ضيفه ريال سوسيداد 2 هدفين. وعزز فالنسيا موقعه في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة متراجعا بذلك إلى المركز 14. مشاهدينا، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم. بالتأكيد أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة. أنا بالتأكيد دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.